الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أظن الحتة دي كيلو والله أعلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله انا طالع نجرب الغلة في النوبارية 20/10 الجمعة. انا باختصار كده هنقول لكم النوبارية عاملة ايه بالغلة. النوبارية الصبح بتديك استباحة حلوة خالص، ممكن يدخل عليك سمك تقيل، المهم انت تتقل مرايتك، خلي عدتك خفيفة. يعني انا النهارده كنت بنشتغل بعود 3 متر، الخيط الاساسي 25 والرمال 20، صنار 3. اعلف غله ما يهمكش، يعني ما تخافش من الغله، اعلف لو السمكه حاضره. هي تعتبر النوبارية كلها واكله وكلها بنفس السيستم اللي انا بنقوله دوت. يعني الصبح بتدي استباحه حلوه، لان انا سالت اكتر من حد، كان عمنا محمد الاسمر برضو كان هناك، حصل معاه نفس اللي حصل معايا. فكتر الغلة هيدخل عليك سمكة تقيلة. الغلة طبعا تكون يعني مبلولة 6 ساعات 10 ساعات بالكتير خالص، وان شاء الله ربنا يكرمنا. معلش انا خدت سمك تقيل هنوريه لكم دلوقتي، بس الواحد والله ما كانش ليه نفسي يصور، لان الواحد بجد حزين على اللي بيحصل بفلسطين. دعواتكم بالله عليكم، ربنا ينصر اخواننا الفلسطينيين يا رب، ربنا يثبت اقدامهم، وربنا يرنا في الظالمين عجائب قدرته بإذن الله. أنا طبعا عملت المقدمة دي بعد ما خلصت سقت. هو دلوقتي دي ساعة صلاة الجمعة، أنا هنقوم نصلي وهنروح، لأن أنا كنت بايت هنا، يعني كنت عايز نصطاد بالطعم، بس المايك كانت وحشة خالص بالليل، ولكن ربنا عوض علينا إيه بالنهار، والحمد لله في الاستباحة. نور لكم السمكتين ونشوفكم بخير إن شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أظن الحتة دي كيلو والله أعلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. بص يا جماعة، ما شاء الله، طبعا التصوير مش مساعدني، انت فاهمينها. ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله، سمك النوبارية اللي مية مية. ما شاء الله شباب ما شاء الله. النوبارية ما شاء الله يا جماعة عمالة بتحدف سمك حلو والله. الله أكبر، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نتايات خشنة
وعافيه. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله، ربنا يعوض صبرنا خير. سمك عافية. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الله أكبر، اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله، السمكة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. على البركه يا جماعه، ده السمك اللي انا اصطدته، هي في اكتر من حته يعني ما شاء الله كبيره، دي اظنها في الكيلو، ودي برضو اظنها في الكيلو الا ربع، حاجات حلوه يعني ما شاء الله، على البركه سمك تقيل، الله يبارك لنا في رزقنا، الحمد لله والشكر لله. السمك هو عشان الكيس ده برضو مداري ما شاء الله، انا روضة كفاية عليها كده السمكتين دول، هنتوكل على الله نصلي ونروح بإذن الله. تنسوش بقى تدعمونا بلايك، وما تنسوش تدعوا لأخواننا الفلسطينيين.